السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي الحاج قريبان كرك داير؟ لبس عليك هاني مزيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عمي الحاج. أيها السي خالد مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا. الله ودي عمي الحاج. أنا كان مرة نشارك ولكن هذه المرة اضطريت أنني غير نكتفي بالاستماع ونشوف الأمور في الراغة غادي عاد نجي ندير التدخل نتاعي ونمشي. شرفي دابولي. بالنسبة عمي الحاج كان مواضيع كثيرة وبزاف. أنا ديما كنت كنجي عندك كنقول لك هذه الفئة نتاع المكفوف اللي أنا منهم عدو نقول لك نرى واحد الفئة اسمها الكارثة وهشة بزاف. أين هي الدولة من هذه الفئة الهشة؟ هذا سؤال استنكاري. أنا من عطيت لك الاقتراح قلت لك درهم زيادة في الماء ودرهم زيادة في الضوء كان غادي يحل المشكل. لكن لا حياة لمن تنادي. لأن لجينا نشوفوا دابا المكفوف ما خصوش غير التليفون، ما خصوش غير راديو، ما خصوش غير قرآن هذاك اللي غادي يقرا به. خصو حوايج كثيرة. إذا خصو واحد الراتب شهري باش يعيش. والهمس قول على راسو اسمو غادي يدير به. اللي بغى يتزوج يتزوج، اللي بغى يشري كسوة غادي يشريها، اللي بغى يتعالج يتعالج. إذا الدولة هنا خصها ترد باعتبار لهاد الفئة هاد. وين بحثت وقلبت وتعمقت راني لقيت شي 5 تاع المليون ولا غادي ل 6 مليون. لما فيها اللي ما كيتمشاوش، اللي ما كيسمعوش لمنغوليا. إذا راه عدد كبير هذا. والدولة راها قادرة بهذه الفئة هذه جمعاء. هاي دابا الهبة اللي دارت على كوب دافريك 2025 2030 اللي غادي يكون لكوب ديموند إن شاء الله. إذا مشاريع كبيرة تبدل. أين المكفوفين من هذه المشاريع؟ احنا نآمنوا بالشعار الله الوطن المالك. نحن جزء من هذا الوطن. يوم تستثنيوناش لأن احنا ما قادرينش نعبروا ونخرجوا لبرا لأن لا حول ولا قوة لنا. شكون غادي يديك؟ شكون غادي يجيبك؟ لا خرجنا غير باش نديرو حتى شي حاجه بغينا نديروها غادي شي غادي يبقى يوطى على شي. اذا احنا الدوله وهذا النداء كنوجهه لسيدنا عافاك سيدنا صرخه استغاثه عافاك عافاك. احنا كنطلبوا منك المساعده انت بوحدك لان المحسنين بحالنا بحالهم. هذه المره غادي يعطيك، مره اخرى غادي يقدر يتخلى عليك لان ظروف الحياه هذه. يقدر لا قدر الله يتوفى، ولكن الا كان عندنا واحد الراتب شهري مثلا 2000 درهم ولا 2500 درهم غادي نعيشوا بكرامه وما غاديش نمدوا يدينا. وانا ما كنضحك حتى على شي واحد. وراه قالها عمر بن الخطاب لو كان الفقر رجلا لقتلته. عادوا بالله من الفقر. وهذه الفئه هذو اللي كنعرفهم ما كاينينش هاد 70 ولا 80 اللي مع جواد في الهلال وفي الامل. راه كاينه فئات كثيره بزاف بزاف بزاف. اذا هادوك ما توفقوش وما داروش قنوات. فين الحق نتاعهم؟ كاين اللي في القرى ولا المداشر بحال هاد الاخت هادي اللي في الجديده هي مسكينه مقهوره. شكون غادي يهضر عليها؟ تلقى لهاد الناس جزاهم الله خيرا اللي يهضروا عليها. اذا راه كاينه فئه كبيره بزاف بزاف. انا ديما كنجي نطلب يكون يشوفني مثلا رئيس الحكومه ولا دوك القياد ولا شي شيخ ولا المهم شي مركز القرار يوصل هاد النداء. راه كاين الخير في هاد البلاد وفيها الشرفاء ديالها، ولكن ما تخليوناش عرضه للشارع والضياع ونمدوا يدينا ما بغيناهاش. وكاين اللي ما كيقدرش وكاين اللي مقهور. راه قلت لك شي اخوات كتواصل معاهم كتقول لك اخويا خالد ما عنديش 4 دراهم باش نشري السيترون تاع الحليب. اذا فين؟ ما بقالناش غير في التليفون ولا في الراديو ولا. راه حوايج كثيره ما بنادم ما كيقدرش يهضر عليهم. بحال واحد الاخت راه دارت عندكم مرارا وتكرارا خصها الدواء ما بقاش في المغرب خصها يجي من فرنسا ولا من اسبان. فين حقها هذه؟ وراني دابا بالمبادره ديالي مع بعض الاخوان وراني كنشوف كنحاول لعل وعسى يجي هذاك الدواء. ومن غادي يجي هنا الوجده غادي نشوف كندير باش نصيفطوا لها في الكار. ولكن دابا هاد البنت هذيك وكانت عندها الكرامه والعيش الكريم ما غاديش تضطر تطلب هنا وتمشي هنا وتقلب هنا. ولا ما دارتوش غادي تقدر تطيح نزيف داخلي شي حاجه بحال هكذا. ديك الاخت حنان عاوتاني خصها الماء كما قالت مسكينه كتمشي تطيح وتنوض وتقدر تجيب الماء وتقدر ما تجيبوش ما كتشوفش. ايوا فين هذه الفئه هذه المهمشه عمي الحاج؟ اذا هنا خص هذه صرخه استغاثه ونداء كبير لسيدنا عاش الملك. حنا ولاد هذا الوطن وكنحبوه ومليكنا. ايوا شوفوا فينا نظره احترام ماشي احتقار. بغينا نعيشوا حتى حنا بغينا نتزوجوا ولكن ما قدرناش. واللي بغى يتزوج هو حر حنا ما ندخلوا حتى في شي واحد. ولكن خصنا يعاود يردوا لنا الاعتبار واحد الشويش. ما بغيناش بزاف اموال كثيره كاينه في هذه البلاد ولكن ينتبهوا لنا واحد شويه. راه حنا ما بقيناش قادرين. راه ماشي واحد ولا زوج، راهم بالالاف.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاش من عرف قدره ورحنا عينا عينا وعينا وتقرنا وما قادرينش نمدو يدينا. والله يحسن العون لأي واحد مسكين بحالي. هاو ما كاينين الوالدين، من يمشيوا الوالدين فين غادي نمشيوا؟ الخواتي تزوجوا، الخواتي تزوجوا، تمشي عند خوتك تقول لك أنا عندي ولد الناس، تمشي عند خوك يقول لك أنا عندي بنت الناس وعندي ولد، إيوا فين غادي تمشي؟ ما تقدرش تمشي للشارع. إذا هنا المنهاج واحد صرخة استغاثة كبيرة لسيدنا، هو حامل الملة والدين، خصو ينتبه انه يوصلوا له هذه الرسالة. وانا عارف هذه الرسائل كاينين ولكن ما كيوصلوش لسيدنا. الا مشات وصلت له هذه الرسالة راه غادي تهلا فينا واحد التهلية كبيرة. ولكن كنقول لك بالله راه حنا عرضة للضياع وللشارع. من لومو حتى شي واحد الا قال لك ما عنديش وخصني، ما نضحكوش عليه. من لوموش اخويا، من لوموش الله يستر. الحاجة راها صعيبة، صعيبة وبزاف، وراح نشوف الظروف اللي راحنا فيها. كل شيء غالي، موظفك يتغلب، فما ظنك باللي هو مسكين عاطل. شكرا لك على كل حال سي خالد على هذه الاقتراحات وعلى هذه التوجيهات. ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله تعالى في القريب العاجل هذه الفئه المتضرره من ابناء الشعب انها لقولها واحد الصيغه معينه لضمان العيش الكريم ان شاء الله. ولماذا من غير جمعيات؟ احنا في الانتخابات المقبله يكون حزب سياسي كيرفع اللواء ديالو الدفاع على حقوق هذه الفئه المستضعفه اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا المشهد ليس هكذا مأساويا، يعني كاين ناس ضعفاء وكاين ناس الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى لم ينسهم من الارزاق ومن العطاءات ومن الكرامات، اما الوسط العائلي مريح، واما هو كنعرف اصدقاء معايا كنعرفهم عندهم اعاقه وموظفين عدد كبير، بل ماشي غير موظف، هو موظف جيد في مستوى رفيع. وكاين الناس اللي هما مستفيدين من رخص استغلال سياره الاجره. غير في الظرفيه الاخيره كان واحد القرار ديال التاكسيات، وكان ذاك القرار ربما غير مرضي للمالكي الاكرام بدوك لي زاغريمون، ما كانش مرضي لهم، فجاوا داروا وقفه احتجاجيه، فكان تقريبا اكثر من النصف منهم الناس اللي عندهم اعاقه. يعني كاين واحد الروح ديال الخير موجوده، ولكن كيبقى واحد الفئه اللي هي تتالم في صمت، وحتى واحد ما كيسمع ليها، ولقات هذا البرنامج باش ترفع الصوت ديالها. وحنا فتحنا اليوم الباب باش صوتهم يوصل، وباش ان شاء الله تعالى نتعاونوا على ايجاد واحد الصيغه معينه يعيشوا بكرامه وعزه. فالاقتراح اللي قدمه السي خالد من وجده اللي اقتراح وجيه جدا. حنا كنجمعوا الاقتراحات، الاقتراح اللي قالوا من قبل السي حسني قال لك ان هاد الناس ينتظموا في اطار جمعيات في دور الشباب، وتما غيتلاقاو معاهم الناس في دور الشباب، وتما غيوقع النظام ديالهم والحصول على المطالب في دور الشباب. هذا جميل جدا الاقتراح. الاقتراح اللي قدمه السي خالد دابا من وجده قال لك نفكروا مثلا في الفاتوره ديال الماء والكهرباء، مثلا كيف كتزيد في التيفيا غتكتب لنا بان واحد الزياده ديال درهم واحد لكل عائله لفائده الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. الى حسبناها راه غتجي واحد المبلغ خيالي، 40 مليون ديال البشر كل واحد زاد درهم غيجي واحد المبلغ خيالي وغادي يغطي هذا. يعني جميله فكره نساهم عن طريق الفاتوره ديال الماء والكهرباء. وطبعا المواطن واخا كيتشكى من الغلاء ديال الفاتوره، ولكن ملي غادي يلقى بان واحد الشطر منها غادي يمشي لواحد الفئه ضعيفه او فئه كتعاني من الامرين، وغادي يكون غيكون سعيد، غيكون انا بعدا مساهم، انا كنساهم في العطاء لهذه الفئه اللي هي محرومه. فهذه افكار مهمه وتوجيهات مهمه، كنتمنى وتلقى الاذان الصاغيه وتلقى اللي تعود معنا على تنزيلها على ارض الواقع. والغايه هي ان نضمن العيش الكريم للجميع، وربك عز وجل قادر على كل هذا. الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وقادر على ان يعطي العيش الكريم والرغيد لكل عباده، ولكن الله تعالى يتنزه في ملكه، سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه. وإن شاء الله تعالى سيقضي الحق عز وجل لكل عباده ما يتمنوا.
حنا في انتظار ان شاء الله تعالى هذه الامور تتم. غنطلب الله سبحانه وتعالى بعزته وبكرامته وبأسمائه الحسنى انه يحقق لنا الرجاء ويبلغ لنا المقصود. حنا بغينا دائما داخل البرنامج اننا نطرح الافكار، الافكار اللي هي فيها روح المبادرة، فيها التغلب على الصعوبات، وإن كان الفقر كما ذكرت هو كثير للأسف الشديد. وسيدنا عمر كان يردد هذه المقولة: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فعلا هناك من يتألم في صمت، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي احنا غندعو الله سبحانه وتعالى باش يعطينا الرزق الوفير والخير الكثير. باللي كان عجز على تحقيق بعض الأشياء عن طريق العمل وعن طريق الاجتهاد، ربما قد نحققها عن طريق أننا الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الرزق. أبواب الرزق هي كثيرة وهي متعددة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.